لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. بداية وكما كنتم تشاهدون، سالما معافا عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا واستكمال فترة النقاهة حسب ما أوصى به الفريق الطبي. وكان في استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس مجلس الأمة بالنيابة صلاح بوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش والوزير الأول عبد العزيز جراد والفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعد عن الوطن صعيب صعيب، ولما تتراكم عليه تزيد عليه المسؤولية أصعب فأصعب. الحمد لله العودة ميمونة وما تبقى إلا القليل قليل جدا إن شاء الله. أتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل خير إن شاء الله، وسنة جديدة تكون ملؤها سعادة قضاء الحاجة إن شاء الله بالنسبة للناس المعتجين والمعوزين. إن شاء الله الشتاء هذا ما يجيهمش صعيب بزاف. على كل حال مهما كان الحال الدولة راها في مساعدتهم صباح مساء، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير وكل مؤسسات تاع الدولة. أتمنى إن شاء الله سنة 2021 تكون أحسن بكثير 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 من سنة 2020. وفي الأخير كذلك الحمد لله والشكر لله.